أهلا بكم، رجعنا. طيب، إحنا أهم حاجة محتاجين نبقى عارفينها كمان إن إحنا لما هنسجل علشان الامتحان، فرضيا إن أنت عايز تخش الامتحان أو أنت عايز تخش الامتحان، فأهم حاجة لازم نبقى عارفينها إيه الشكل وإيه الاستراكتشر بتاعة تسجيل الامتحان. يعني هل أنا محتاج علشان أسجل كطالب أعمل إيه الخطوات وهبتدي منين؟ طيب، أهم حاجة إحنا محتاجين نعرفها إن إحنا عشان نسجل كطالب بتقدر تدفع مبلغ تقريبا حوالي 210 استرليني تدفعهم للـ CIOT، هو المسؤول عن تنظيم الامتحان والتسجيل كطالب. طيب، مرحلة التسجيل كطالب منفصلة عن مرحلة الامتحانات. أنت لما بتسجل كطالب بيجيلك سماحية 5 سنين في التسجيل. التسجيل بيبقى حوالي 210 استرليني وبيبقى ال5 سنين قابلة للتجديد، ولكن انت مطالب لو انت هتخش الامتحانات ان انت لو عايز تخلص الشهادة كلها محتاج انك تخلص ال3 ورق عمل خلال ال5 سنين. طب ما ايه اللي يحصل لو انا عديت ال5 سنين ومثلا ما خلصتش ال3 امتحانات؟ خلي بالك انه هيجي من الاقدم ورقة عمل اللي انت نجحت فيها يبتدي يقول لك هي اللي وقعت، ثم اللي بعدها، ثم اللي بعدها، علشان يقدر يغطي ال5 سنين. يعني مثال ان انت في 2022 دخلت الامتحان ونجحت، جيت في السنة السادسة دخلت الامتحان الاولاني ونجحت، دخلت الثاني في 2023 والثالث في 24. ده معناه ان انت معاك 5 سنين، يعني من 22 لحد 27 يعتبر هم دول ال5 سنين اللي تقدر تاخد فيهم الشهادة بالكامل. طب لو دخلت السنة 28 يبتدي يوقع لك اقدم امتحان انت عديت فيه وتضطر انك تخشه تاني علشان تاخد الشهادة وهكذا. طيب، احنا دايما بنتكلم ان الامتحان، كل امتحان على حدة بيبقى ليه شكل عام. الامتحان بيبقى مرتين في السنة، مرة في شهر 6 ومرة في شهر 12. دايما بيكون ما بين يوم 7 ليوم 10 او من يوم 6 ليوم 10، سواء في شهر 6 او في شهر 12. اهم حاجة محتاج تبقى عارفها طريقة الامتحان النهاردة بقت عن طريق الكمبيوتر. تقدر تستخدم اللابتوب بتاعك من البيت، من المكتب، من الشركة، أيا ما كنت تقدر تاخد الامتحان، بشرط وجود انترنت كويس، بشرط وجود ويب كام أو كاميرا شغالة وما فيهاش مشكلة، لأن ده بيبقى زي فيديو كونفرنس ولكن أنت مش شايف حد الناحية التانية، هو مسجل بالكامل. أهم حاجة محتاجين نبعتنا بعد مرحلة التسجيل إنه بيفتح لك التسجيل على كل امتحان على حدة. في بعض الامتحانات بتبقى موجودة في شهر 12 ومش موجودة في شهر 6، فلذلك تنظيم العمل مهم جدا. ولكن خلينا نتفق ان الورقتين اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة او في السلسلة اللي جاية، اللي هي سواء كانت مبادئ الضرائب الدولية او السعر المحايد، مش هتفرق معاك بشكل كبير، ولكن احنا بنتكلم على ورقة اكبر، او لو حد بيخاطب او بيحاول يخش الورقة عمل تاني خلي بالك. واحنا شغالين محتاجين بعد ما نسجل، على سبيل المثال وهبعت لكم لينك التسجيل في وصف الفيديو، هنبتدي نعمل الآتي: اللي انا عايز اختار ان انا اخش الامتحان. طيب، هختار انا عايز اخش انهي قسم، عايز اخش قسم ديسمبر ولا قسم يكون يونيو بالنسبة لي هو شهر 6 افضل. لو انا بتارجت شهر 12 على سبيل المثال، احنا النهارده بنسجل الفيديو في اغسطس، لذلك شهر 12 اوريدي فتح وفي ديدلاين علشان تقدر تسجل للامتحان. تفاصيل وتكلفة كل امتحان على حدة تبقى حوالي 195 او 200 استرليني لو كانوا زودوها. طبعا بتقدر تشوف التحديثات، الاسعار دي بتبقى ممكن تحدث من وقت لاخر حسب رؤية السي اي او تي، وملهاش علاقة خالص برؤية. كل امتحان بيتم تسجيله على حدة، تقدر تخش اكتر من امتحان في مرة واحدة. تقدر، بس ده محتاج حد يكون عنده جاهز، بمعنى ان هو جاهز فعلا لامتحانين او 3 امتحانات حتى في كل واحد. ولكن احنا دايما بنشجع اللي بادئ في المبادئ ينتظر، يتريث، ياخد كل ورقة على حدة للتعلم والاستفادة. ده لو انت حابب تاخد الامتحان. مش حابب تاخد الامتحان، هتاخد المسارين للفهم المواضيع العلمية وما الى ذلك. طيب، قلنا 195 تقريبا استرليني لكل ورقة عمل على حدة، وبتدفع الرسوم دي برضو مباشرة بالسي اي او تي بدون اي وسيط، لا انا ولا غيري هيكون اي وسيط، انت وسيطك هو مباشرة تعامل مع السي اي او تي.
المواد العلمية المقترحة طبعا هي بتبقى في مواد علمية مقترحة بينزلها الـ CIOT، ودي هنبص عليها في التفاصيل في السلايدز اللي جاية، ولكن محتاجين نبقى واخدين بالنا ان احنا دايما هنبقى بنبص على ورق عمل ودرافت وكمان كتب تم نشرها سواء بواسطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو بواسطة جامعة من الجامعات المرموقة زي جامعة ليدن الهولندية. هنتكلم بالتفاصيل عن المواد العلمية، هل أنا محتاج أشتري مواد علمية؟ ده سؤال برضه هنتكلم عنه، لأن مش كل المواد العلمية هتبقى متاحة أونلاين، بعض المواد العلمية هتحتاج إنك أنت اللي تجيبها. أشوفكم في الحلقة الجاية نتكلم عن موضوع اللغة.